نلتقي في فيديو جديد نوثق عمالقة الفن والأدب والثقافة في مصر. الكاتب الأستاذ دكتور طه حسين، الكاتب الكبير نجيب محفوظ، الشاعر الكبير عبد الرحمن الشرقاوي، إحسان عبد القدوس، محمود أمين العالم، الأستاذ أمين يوسف غراب. ان المساله الوقت ما يسمحش ان كلنا نتدخل. بس ما سمعناش الاستاذ محمود امين. ايوه الحقيقه الاستاذ محمود امين عالم كان عايز يتكلم عن حاجه خاصه بالمذكرات برضو. الاستمرار اللي سال الدكتور عبد الرحمن بدوي حول الاشياء التي لم تستكمل، في وهمي وقد اكون مخطئا الحقيقه من قراءتي لبعض كتب حضرتكم وخاصه مع ابي العلاء في سجنه، ان هناك مذكرات انطباعات خاصة عن بعض التجارب الوجدانية أو بعض المعاناة الشخصية في تجربة الحياة. أي هناك كتاب عن الأيام غير الأيام الخارجية يكتبه الدكتور طه حسين ولكنه لم ينشره. هذا وهم استقر في نفسي وأريد أن أستفهم عنه حقيقة. إنما الواقع أن القول لا ينقضي في أبي العلاء. الواقع أن دراسة أبي العلاء تقتضي كتبا كثيرة وأبحاث لا تكاد تنتهي، لأنه أبي العلاء كنز لا آخر له، سواء كانت اللزوميات أو الفصول على الغايات أو الرسائل أو رسالة الغفران، كل هذه أشياء في حاجة إلى أن تدرس كما ينبغي ولم تدرس إلى الآن كما ينبغي. هيا كنا تعرضنا. أيوة أستاذ أمين العالم عايز يعقب. الحقيقة أنا حريص قد أكون بوثق على الدكتور طه، لكن بحس أن هذا ملك للتاريخ وملك للأدب. ألا توجد أشياء للدكتور طه حسين لم تنشر حتى الآن؟ أيام أخرى لم تنشر؟ لا، أرجو على كل حال أن أنشر الجزء الثالث في وقت غير بعيد. لها علاقة بالترجمة الذاتية والتراجم عموما، وليها علاقة بالمنهج أيضا. يعني مثلا إحنا بنلجأ في دراسة أي شخصية أدبية أو فنية إلى أكثر منهج. مثلا جربنا الأسلوب اللي كتب به الأستاذ العقاد عبقرياته، وكلها بتستند العبقريات وكلها بتستند إلى منهج واحد وهو المنهج النفسي. يعني بياخد الشخصية وبيحللها نفسيا وبعدين بيضع لها كتابة فلسفية صرف. ده أحد المناهج. في منهج آخر مثلا هو المنهج الاجتماعي، المنهج السياسي أو التفسير المادي لأي شخصية باعتبارات سياسية اقتصادية اجتماعية. هل فهمت العبقريات؟ يعني ما اقدرش اقول ما فهمتش، لكن فهمت ان هو ليه منهج معين. اما انا فقرأت هذه العبقريات واعترف باني لم افهم عبقرية عمر واحد منهم يعني، ولا عبقرية الصديق. واستغفر